رابع مشكلة، احنا مع بعض في الكلية صغيرين قوي وكنا مرتبطين وسبنا بعض، بس لسه بنحب بعض وبنحاول انه نرجع دلوقتي. في يوم انا كنت بعيط في الكلية بسبب مشكلة وبعيط في المحاضرات وهو قاعد جنبي بيهزر مع صحابه يا خلاصه، وسألني في ايه، قلت له مفيش طبعا الرد المعتاد. فضل يسأل شوية وبعدين راح يعني هو فضل يسأل شوية ما جاوبناش، بعدين راح غاب بتاع ساعتين مع صحابه ما سألش عليه خالص لما كان بيسأل، وبعدين راح بعت لي انت فين، ما ردتش عليه. كنت ماشية بس صاحبتي أخذت مني التليفون عشان ما امشيش وانا متضايقة، وراحت صاحبتي بعتت له انه البنت عايزة تمشي وتعالى بسرعة وكده، فحرفيا جه بعد نص ساعة عند البوابة يقول لي انا مش قادر اقف تعالي نقعد بطريقة مستفزة، فقلت له لا، راحت حايل شوية وبعدين دخل الجامعة وسابني اروح عادي. فانا روحت وبعت له انت عيل، راح مهزقني وعمل لي بلوك. انا اسفة ان انا بضحك على احزانك بس مش قادرة. صاحبتي بعتت له قالت له الغريب سأل واهتم وانت ما اهتمتش، راح ماسك في الكلمة بتاعتي، قالت له انت سايب المهم وماسك في الكلمة، انا كده غلطانة المفروض اكلمه صالحه على الكلمة. انا مش هكمل، انا مش هقدر اكمل. بص انا افتكرت ايام ظريفة جدا لما كان بجد البني ادم دماغه فاضية تماما تماما، ما فيهاش اي حاجة في الدنيا غير انا معيطة عايزة الناس تطبطب عليا، معجبة بواحد بحبه بيحبني، قال لي مالك، ما فيش. مرحلة لطيفة جدا 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 جدا، بس هي مرحلة يعني لا يعول عليها. من الآخر يعني كل اللي احنا عايشين فيه ده قصص هتنتهي وهنرجع نضحك عليها واحنا استيل لسه يعني ما نضجناش بشكل كامل. والجامعة دي مرحلة يا حبيبتي ما تقفليش على نفسك فيها مع شخص، لأنه ده وقت بجد لو ضاع انت هتندمي. وبعدين مفيش حاجه في الدنيا تستاهل ان انت تقعدي تعيطي قدام الناس وتعيطي يمين وتعيطي شمال عشان يجي يسالك مالك فتقولي له مفيش. ما طب قولي له مالك يعني عشان حتى العياط يبقى بفايده. وبعدين ايه كل الدراما دي عشان الفت انتباه واحد او عشان احس ان انا باخد اهتمام من شخص؟ يعني في الاخر ايه الحرمان ده وايه الجوع ده وايه كل ده وليه كل ده؟ اهتمي انت بنفسك، وظفي صحابك في حاجات تانية غير ان هم يبقوا بيتوسطوا لك في قصص يعني دمها تقيل قوي وشكلك وحش قوي. متعيش نفسك كده، متعيش نفسك كده، متعملوش نفسك كده يا جماعة، والله العظيم هتندموا، هتندموا على المشاعر اللي قاعدين تستنزفوها على الرايحة والجاية دي. وبعدين الراجل عدى العيب بصراحة، انت الدراما كوين قوي.